اكو بعض الرسائل اقرا لك اياها. مثلا زميلنا عباس السلامي يقول: السلام عليكم، تحيه لضيفك الكبير الخلوق الكابتن رزاق فرحان. سؤالي له: ما هو سبب توهج جيل 2004 تدريبيا مع الانديه؟ لا سيما اليوم نشاهد اغلب مدربي هذا الجيل متميزين خلال محطاتهم التدريبيه. عبد الوهاب ابو الهيل متصدر مع الانصار اللبناني، قصي منير تاهل مع الديوانيه الى دور النخبه قبل سنوات، احمد كاظم تاهل مع زاخو الى دور النخبه، رزاق فرحان يقدم مستويات كبيره مع نفط ميسان وهو افضل مدرب شاب عام 2019، احمد صلاح يحرج الكبار مع زاخو هذا الموسم. هل نستطيع القول بان جيل 2004 هو جيل المدربين ام جيل الاداريين؟ والله هم شو كلهم هسه ناس اداريين وناس مدربين. انا الصراحه اشوف انه جيلنا والجيل اللي بعدنا جيل، يعني مع احترامات الاجيال السابقه، اشوفه جيل مثقف كرويا، عنده امكانيات انه وابداع ايضا، وايضا عندهم حب الاطلاع، فريد ساعتهم انه يقدمون نفسهم من خلال مسابقات الدوري او بعض الانديه، وايضا الاجيال السابقه. انا اشوف، يعني برايي انه اشوف المدرب العراقي هو مدرب كفو وطموح وعنده الامكانيات، لكن احنا دائما تعرف واجهنا صعوبات، وفي بعض الاحيان انت تحتاج وقت حتى تقدر تقدم اللي انت تريده، او تحتاج وقت حتى تفرض اسلوبك على الفريق واللاعبين يضبوها، لكن العراق ماكو فريق يقدر انه يتحمل الضغوطات، وايضا خلينا نقول الخسائر مثلا لا سمح الله، او التعادلات. فلذلك تشوف المدرب الشاب يخاف على 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 مستقبل اول شيء، وممكن انه اي فشل راح يركن باي زاويه. فلذلك تشوف هذا الشيء دائما صعب على المدربين.